رجعنا معاكم مشاهدينا. موضوعنا الجاي الصراحة وايد مهم، موضوع يعني في جدل كبير، يعني خصوصا لما نقول جاسم في ناس تقول لك عادي ترى كذبة بيضة. انت ايش رايك في كذبة بيضة؟ لا ما يصير في كذبة، كذبة خلاص كذبة كذبة. علشان كذي موضوعنا القادم نتكلم عن الكذب ومدى تأثيره على ايضا ثقتنا بالآخرين، وهل في كذب مسموح اللي طبعا الكذبة البيضة، وصار بالضروري بالتعامل مع الآخرين متى نجامل ومتى نحتاج لإخفاء الحقائق. موضوع الصراحة جدا مهم اكيد نتعرف كل عليه. التفاصيل راح نتعرف عليها مع ضيفتنا الأستاذة وفاء الشطي، خبير إتيكيت وعلاقات اجتماعية. حياك الله، صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور أنتم والسادة المشاهدين وحياكم الله. في كذبة بيضة وفي كذبة هذا ما في؟ لا الكذب واحد، كذب واحد بس قلت عن قسمة ما في يعني. طيب اليوم احنا نقول إتيكيت يدخل في كثير من علاقاتنا وحياتنا اليومية، يعني واللي في باله إتيكيت يعني شيء متعلق باللبس، متعلق بالأكل. إيش علاقة الكذب بالأتكيت؟ ودي قبل لا ندخل يعني في هذا الموضوع نفصل فيه، نشرح حق المشاهدين هالنقطة هذه. شوفي يمكن بعض الناس يتصورون أن أنا لما أنافق أن أنا شخص أتكيت، أو لما أبالغ بالمجاملة أن أنا شخص أتكيت. وأصلا في مدارس الأتكيت إحنا تعلمنا ونعلم أن الكذب ما هو من الأتكيت. يعني إذا أنا بكون شخص أحب أني ألتزم في قواعد وقوانين الأتيكيت يعني لازم ما أكذب، فما بالك إحنا أصلا عندنا بالدين بالأخلاق بالعادات بالتقاليد، فالكذب منافي تماما. فعشان كذي إحنا ربطناها أن الكذب ما هو من الأتيكيت، إذا بتكون شخصية أتيكيت لازم ما تكذب. حلو، في أيل في كذبة مسموحة أو خلينا نقول موقف؟ في حالات جدا يعني جدا بسيطة تبتي تصلح بين اثنين. مثلا الحين انا واسماء لا سمح الله، ترى علاقتنا من سنين فان شاء الله ما في زعل انزين، فتبتي تصلح بيني انا واسماء، احنا معصبين. عاده لما نكون شخصين متخاصمين الطاقه سلبيه، وما اذكر الا المواقف السيئه مع انها يمكن كانت زينه، بس خلاص انا الحين مخي مبرمج. فراح تيجي تقول لي وفاء اسماء مثلا، بقول لك اسماء فيها وفيها وفيها وفيها. لما تروح حق اسماء لازم ما تنقل لها كل الكلام اللي انا قلته. صح، ليش؟ لان هني قاعد تكبر المشكله. اصلاح ذات البين تخرب الزياده بالفعل. ايوه، حتى احنا في اصلاح ذات البين مع الزوجين وكذي عشان لا تخترب العلاقه. فاسماء بتجي تقول لك بلا هي قالت عني مثلا ان انا كذي كذي، ولا هي ما قالت عنك. هني شوف انت مو كذبت، انت هني تهدي هايدنج يعني اخفيت أيوه. بحيث انه ما تكبر المشكله. بس في امور يعني في حياتنا كلها ما تسمح للكذب ولا تستاهل. وبالمقابل الصراحه الزايده ممكن شخص يقول انا ما كذب انا صريح، بس في فرق ما بين الصراحة والوقاحة. نقطة وايد مهمة، يعني أنا كنت ودي أدخل في سؤالي القادم عن العلاقة بين الزوجين لكن ودي أتكلم عن هالنقطة تحديدا. اي نعم. صار في وايد أشخاص ما أدري شو السالفة، يعني وايد قاعد أسمع ناس تقول لي إن من باب الصراحة ممكن يجرح الشخص أو يتدخل في خصوصياته. اي نعم. أو مثلا شكلك لبسك أسلوبك كلامك من باب إن هذا الشخص وايد صريح فأنا أقول كل شيء يطري على بالي. فايش رايك في هالموضوع هذا؟ ايش كثر ممكن يجرح الناس ويؤذيهم؟ نعم. شوفي اسماء، احنا دائما نذكر الايه الكريمه ووصف رب العالمين الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كثره الصراحه تعتبر فظاظه وقاحه. انا جميل اني اكون انسان صريح، ولكن الاجمل اني اجمل الكلام، ما انافق. يعني اليوم مثلا مو عاجبك لبسي، الأذواق لازم تختلف، طبيعي. ما في ذوق يتشابه مستحيل. فأنا مو عاجبني مو معناته أنه هو مو حلو. تسألني حلو أقول لها والله ما زان إلا عليك، بس اللون الأخضر أحلى عليك، كان اللون الفوشي ينن عليك اليوم أكثر. مرتب أيه. أحسن ما يقول لها أنت إيش لابسة، ترى أنت كبرتي على هالألوان، أنت وين عمرك وأنت وين جسمك. فليش أنا أجرح الشخص اللي قدامي؟ حتى بنتي لما نبي اقول لها مثلا وزنك زايد اقول ما اطلع اطلع لك خدود كنا شوي ماما سمنانه كنا، احسن ما يقول لها ترى انت متنانه وانت ما ادري شنو. فما نبي نجرح الاخرين. شوفي ان انت تحافظين على علاقتك مع الناس شيء وايد صعب. سهل ان انا اقط الكلمه وامشي، بس شنو مردودها على علاقتي وشنو مردودها على الشخص اللي انا جرحته بهالكلام؟ صحيح. انزين ايل، خلينا نتكلم عن العلاقه الزوجيه خاصه. إينا. هل فيها سلبيات او ايجابيات لما الواحد يكذب في
العلاقة كثير الزوجية؟ كثير. يعني تخيل جاسم أنت اليوم مع زوجتك وفي أمور بالذات إحنا الأمهات نسويها، ولدي سوى شيء غلط وما أبي أبوي أدري، ما أبيها وش ما أبي ما أدري شنو، فما أقول الصج أكذب على ريلي مرة واثنين وثلاث، شنو بيصير إذا اكتشف؟ راح يفقد الثقة فيني، بيقول لي دام ان انت تغطين وانت قاعده، فمعناته في اشياء كثيره انت قاعد تغطينها علي، تكذبين علي، ما قاعد تقولي للصدق، فالعلاقه ما تكون مبنيه على الصراحه. مثل لما الحين الزوج بيسافر في حريم ما يرضون، لا ما تسافر، فشي يسوي؟ بروح الشاليه، بروح عمره يعني. بروح ما ادري دوام دوره. زين انت من الاساس خليتي تكذب، اولا انت مالك حق تمنعينه، كلش مالك حق تمنعينه، فبالعكس خلي، انا دائما اقول خليه يسافر، يجيب لك صوغه وهو راد مستانس وانت مستانسه، يوله يشتغل شوي الواحد إيه؟ فما له داعي ان انا اكذب. يعني شوف كذب عن كذب يفرق. في مواقف الكذب هذه غير لا يغتفر نهائيا، وفي مواقف ان انا بالعكس اقول الصراحه واقول الصج، والزوجين لازم في موده ورحمه بينهم. انا شو اللي يربطني بزوجي؟ الموده والرحمه، اغفر له ويغفر لي. فإذا أنا بحاسب على كل موقف أو على كل كلمة هو بيحاسبني، أكيد ما راح تستمر. والعكس صحيح طبعا أكيد. بالنسبة للرجل مع المرأة، عشان لا يقولوا المشاهدين إحنا من حازين مثل حازين. للرجل بعيد عن المرأة، الأثنين صحيح. سواسية في العلاقات وفي التعاملات وحتى في هذه الأمور. لكن اليوم إحنا نقول بأن في بعض الأشخاص ممكن تجامل، لكن المبالغة بالمجاملة يعني في ناس وايد يعني تبالغ في طبيعتها في المجاملة، هل هالشيء هذا ممكن يدخل من الكذب يعني انه هو اي نعم المبالغه الزايده؟ شوفي احنا ايضا يعني حتى في الاتيكيت دائما ندربهم نقول لا تبالغون في ردود الافعال سواء بالسلب او بالايجاب. فلما احد يجيب لك هديه لا تبالغين وايد، ولا ان انت تبخصينها حقها، فخليك دائما معتدله. ليش؟ لان مثل ما تفضلتي وقلتي كثره المبالغه توصلك للكذب، توصلك للنفاق. فاحنا عشان ما نوصل للكذب وما نوصل للنفاق ما نبالغ، فنكون دائما احنا معتدلين في كلامنا حتى في وصفنا. لما انتين توصفين شغله يمكن هذه ما يختصون فيها الاعلانات والدعايات وكذي، بس انا في حياتي اليوميه انا ماني محتاجه اني اوصل الى هذه الدرجه من المبالغه في الكلام. اي الكذب نستخدمه بحياتنا الاجتماعيه؟ قلت لك في حالات يعني لاصلاح ما بين شخصين ممكن، ما اهم ما اكذب اخش علشان ما أكبر الموضوع، ولكن بشكل عام أنا ماني محتاجة، لأني أنا محتاجة أن تكون علاقتي مع الآخرين مبنية على الثقة. اليوم أنا أسماء بكذب عليك على أبونا، والله أنا أحبك بس ما بقول لك الصدق، أبي أكذب عليك مرة اثنين ثلاث، مع الوقت راح تفقدين. ليش ما نسميها مجاملة؟ صح؟ لا يفرق يفرق جاسم. يفرق يفرق يفرق. مجاملة يعني أنا يمكن أكلة يعني مو حلوة. أي نعم. بس أقول لها إيه والله حلوة بس لو مقلل الملح ولا لو هذا ما ادري يعني شوف احنا نقول لها هم هذه مجه شوف احنا هي متكلفه وتعبانه ويمكن هذه تصير بين الزوجين. زين الزوجه متكلفه ومسويه شيء، ايش طابخت لنا انت اليوم؟ اكلك ما صخ، اكلك مو حلو، اكلوا بس حبه بس ما راح تسوي. فانت ممكن هي اليوم ناكل واحنا ساكتين. لا لا عط ملاحظات لك حق انك تعطي ملاحظات، ولكن هم بلطافه يعطيك العافيه قواك الله، بس كنا ذيك المره كانت اضبط كانت احلى، كنا اليوم ملحت شويه ناقص، بس قواك الله وكل شيء من يدي، يعني جملي هذا كنا راح تسوي مشكله كبيره. لانه اكثر شيء يصير تدريب متى؟ نعم. وقت اليمعات الزوارات لا قدام الناس تنتقد قدام الناس للاسف تصير. يعني منو عيل الكذب اكثر، المراه ولا الريال؟ انت في دراسات؟ لا لا انا بس والله شوف يعني مثل ما تفضلت وقالت يمكن اسماء قبل الهوى ان في فعلا دراسات تقول ان الرجل يكذب اكثر. الرجل اكثر أي، بس ما هي دراسات دقيقه وانا ما اقدر ابني عليها. هي في النهايه الشخصيه صح، البيئه التربيه اللي احنا تربينا فيها. يعني احنا بالكويت دائما اهلنا شو يقولون؟ ما يقص الراس الا اللي ركبه. فانا ماني محتاجه اني انا اكذب علشان تستمر حياتي. نفس الموظف تاخر يعطي 6000 عذر ومبرر ويدخل في كذب ومتاهات، مو محتاجه، راحت علي نومه خلاص صح انتهينا. اليوم مو مزاج ان انا اداوم، حسيت ان انا تعبان، عندي مشوار، عندي فيعني خلينا واضحين. بالعكس العلاقات تكون اقوى واجمل بكثير من انه يكون كذاب. يعني احسن ما يجي شخص يقول
يلا بيكذب علي 100 كذبة الحين قبل لا يتكلم. في شغلة بعد استاذ اليوم في بعض الأشخاص، لأن هي تقول أنا صريح مثلا وما أكذب في مجال العمل، يعني يمكن تحديدا بتكلم، ممكن يدخل فجأة وطريقة يعني إن أنا تأخرت ولا لأن زحمة، أوكي تأخرت وبعدين يعني. أي نعم. فهم طريقته فضه، هو صريح. أي نعم. واعترف مثلا أنا مثلا قعدت متأخرة، أو أنا اليوم ما كنت يعني مصحصحة، بس ممكن يكون الشخص طريقة أسلوبه وتعامله مو حلو. اي نعم. ان حتى الشخص ما يتقبل مني، يقول لو ما اعطي عذر ابرك ما انه هو يكون بهذه الطريقه الفظاظه. عشان كذي احنا قلنا الفظاظه مرفوضه. دائما احنا نكون لبقين، يعني حتى لما انا بي اعطي مبرر انا ما قاعده اكذب انا صريحه، ولكن شوفي نبره الصوت، لغه الجسد، الكلمات اللي اختارها، هذه كلها مهمه، هذه كلها مهمه في حواري مع الاخرين، اني ما اوصل لدرجه الكذب، ولا ان انا انافق، ولا ان انا ايضا اكون دفش احنا نقول بالكلام. فاحنا ما نبي نكون دفشين بالكلام، هذا اللي احنا وايد نحرص عليه. انزين، واذا واحد من ربع عندنا كذاب بس يجي ويقعد ويكذب، سواء عنده سالفه ولا ما عنده سالفه؟ هذه دائما اسمعها. صح ولا لا؟ دائما اسمعها. شوف يعتمد على قربك من هذا الشخص. ساعات يكون هذا الشخص صديق وتعزه وفي ميانه ما بينك وبينه، فيروح ياخذ راحته. لا، ممكن ان انت تنصحه ما بينك وبينه، تقول له فلان ترى يعني انت مثلا قاعد تبالغ وايد بالكلام، يدرون الناس هالكلام مو صحيح، وفي ذا بيمر عليك مره وما لك علاقه فيه كيفه. اي اسمع اطوف. اي ليش؟ احنا ما نبي نوصل للعراك، لانه ممكن كلمه منك كلمه منه تكبر وتصير مشكله. ولا انت تبي تحرجه، يعني ممكن يكون هذا، شوف في ناس خياليين، ترى هو مو قاعد يكذب، قاعد يتخيل ويعيش القصة ويعيش الحالة ويسولف. هو مو كذاب، هذا مرض نفسي يفرق. صحيح. أوكي. ففي أمراض نفسية وأنا ما أعرف، أنا ماني متخصصة، أقول والله فلان عنده مرض نفسي، أو فلان إنه هو متعمد يبي يقط الكذبة هذه، أنا ما أدري. أي بس إن هذا لا، خيالي يكون. خيالي. إحنا عبالنا إنه هو نفس الطفل. أي. الطفل ساعات يقول لك قصة ما تدري من وين. وهمية. هو مو كذاب، هو يتخيل. هو ما عنده القدرة إنه يكون كاتب ويكتب هذه القصة ويعطيها حق ناس يمثلونها وكذي. لا، هو يتخيلها ويعيشها. فللأسف إحنا ما عندنا القدرة هذه، فنشوف نهجم عليه. بسك لا تشذب، يعني ابو شلاخ يعني ما ادري هذه الالقاب يعني لو نشيلها، يعني احنا حتى في تعاملنا مع الاشخاص، ومثل ما ذكرتي يعني اليوم استاذ ان في بعض الاشخاص عندهم امراض نفسيه يعني. أي نعم. واضطرابات بشخصيتهم تدفع هذا الشخص للكذب، لكن الشخص اللي ما عنده اي مشكله وما بحياته شيء وهو انسان طبيعي ما عنده مشاكل نفسيه، شو اللي يحد انه هو يكذب؟ شنو هي الامور اللي تخلي الشخص يلجا للكذب وانه ما يكون صريح او صادق مع الاشخاص اللي معاه؟ هذا ما عنده ثقه بنفسه. شوفي يعني هم يعتبر من الأمراض النفسية، أن هذا شخص مهزوز، ما عنده ثقة في قدراته، ما عنده ثقة في إمكانياته، ما عنده ثقة حتى في قدرته على إقناع الآخرين، فهو يلجأ إلى هذه الطريقة. ولكن للأسف هذه الطريقة مكشوفة، يعني شوفي الكذاب لو تسألين عن كذبته عقب نص ساعة ترى ينسى، يقول لك قصة أو لا، يقول قصة ثانية أو إيه ما تصير نفس القصة. إيه، لأن هي عكس الشخص اللي يتخيل. بس في ناس تحط بهارات شوية. عمرها القصة، والله عمرها جالسة أكشن. يعني ما تقولها حق شخص وتوصل حق الثالث مثل ما أنت قلت. إيه لا حتى لو كانت صحيحة يعني. تدرين ليش؟ أيه. لأن كل واحد فينا يتعامل معها بمشاعره، بأحاسيسه، بأفكاره. أنت وايد شخصية حساسة، فاليوم لما أنا أقول لك والله أنا وأنا جاية اليوم لا سمح الله شفت حادث وكانوا الإسعاف موجودين وكذي، انت حساسه، فلما انتين تقولينها حق جاسم وفاء اليوم وهي جايه شافت حادث وعليا ما ادري ايش فيه والاسعاف وشالوه والناس والكل، انت وصفتيها بمشاعرك. لا، هذه هني تكون البهارات وهذه تكون المبالغه، بس في ناس لا، يالف لك قصه ثانيه موجوده. زين، نكشف حالات الكذب بحركه الجسد. اي طبعا، بس هذه لازم ناس متخصصه وتبني عليها دراسات كثيره. يعني في من اللي يقول لك اذا هم قاعد يتكلموا حق خشمه مثلا او سوت كذي، طالع فوق ولا طالع يمين ولا طالع، هذه ما تبني عليها من اول مره. هذه ما تبني عليها من اول مره.
يعني هذه شخصية أنت تبني عليها. يمكن يتلحك مسكين. يمكن حساسية. يمكن أنه هو متعود هذا طبع. فإحنا هني ما أقدر أبني من أول مرة اللي أشوف الشخص أقول لا هذا قاعد يكذب. فهي فعلا لغة الجسد تكشف، ولكن لازم يكون شخص متخصص وبنى على هالشخصية دراسات. الحين صارت هبة هذه في كل مكان قاعد أشوفها، يعني في لقاءات تلفزيونية خصوصا مع المشاهير العالميين أن يحللون لغة الجسد في هذا اللقاء ويكشفون بعض الأمور والخبايا اللي ممكن هو ما يقولها. فبحث الإنسان العميق في هذه الأمور، يعني شخص أخفى عني حقيقة مو لازم أنا أعرفها، شيء خاص فيه، هذا ما هو من الكذب. لكن في بعض الأشخاص يشوفون أن هذا كذب، أنت ما قلت الحقيقة. فشلون شنو ردك عليهم للي يبحثون وراء الأمور اللي ما من حقه أنه يعرفها، شيء خاص يعني بالناس. هذا شخص متطفل. هو تطفل على خصوصيتي. شوفي كلنا في حياتنا في أمور ما نشاركها أحد، وماني مجبرة. يعني اليوم أنا الأمور اللي أشاركها مع أختي مو مثل الأمور اللي أشاركها مع صديقتي، مو مثل الأمور اللي أشاركها مع بنت خالتي. أنا هني ماني كذابة، ولكن في خصوصية لي. هذا الشخص اللي هو قاعد يدور ويبحث هو شخص فضولي يدور الطلايب زين، وحاب أنه يدخل في أمور هو مو من حقه أنه يعرفها. مثل ما تفضلت وقلت المشاهير اليوم ورؤساء الدول، شوفي لازم مدربين أو مستشارين لغة الجسد موجودين معاهم في خطاباتهم. في ناس موجودة تكون ما بين الجمهور، وفي ناس خلف الشاشة، وفي ناس من وراهم. يعني شوفي أكثر من مكان بحيث أنه يدرسون كل تفاصيله، وعقب ما يخلص يقعدون وياه ويقولوا له هالحركة كانت لازم ما تصير، مثلا النظرة هذه. نهاية هو إنسان بشر راح تطلع منه بعض السلوكيات، يعني شوفي هو لأن أنت لما تتكلمين هو المخ قاعد يعطي إشارات. صحيح. وانت تتكلمين وتقولين، فلما الشخص يبي يكذب يبي يبالغ بالكلام يبي، هذه لغة الجسد. الإحساس هو سبقه دائما، ترى لغة الجسد تسبق اللسان. فهم يدربونهم أن لا، لسانك هو اللي يسبق، هو اللي يتحكم، ما تكون لغة الجسد هي اللي تتحكم فيه. والله هي ممارسة وتعود فقط. صحيح. كل شكر لك. والله يبعدنا عن الكذب. إن شاء الله. اي والله لا حد يكذب ولا هذا، لكن نجامل اوكي في حياتنا الاجتماعية اكيد، وفي مقبول. حياتنا بشكل مقبول اكيد. شكرا لك، يعطيك العافية. نشكر الأستاذة وفاء الشطي خبير اتيكيت وعلاقات اجتماعية. نعم اكيد راح نكمل مع المشاهدين من بعد الفاصل.